من باريس ينضم إلينا عمر شاكر مراسل الغد. إذا تصريحات ماكرون عمر كيف جاءت؟ هل لاقت يعني لاقت صدى إيجابيا لدى المحتجين والمتظاهرين أم أنها زادت من وتيرة الاحتجاجات؟ على الرغم من الغضب الشعبي الواضح في الاحتجاجات، الرئيس ماكرون لم يتراجع عن خطط زيادة ورفع الضرائب على الوقود. هو على العكس قال أن هذه الخطوة مهمة وضرورية للانتقال المتعلق بالبيئة ولأن تكون الاستخدامات تعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة. هو أيضا بدأ قويا وليس ضعيفا أمام من وصفهم بالمخربين الذين قاموا بالاعتداء على بعض المحال التجارية في هذا الشارع الشانزليزيه مثلا، لكنه أيضا قال إن هناك ضرورة لفتح حوار وطني واسع وشامل واستشارات للعديد من فئات المجتمع والنقابات العمالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي ربما كما يرى المراقبون محاولة لتهدئة الشارع والاحتجاجات. نحن نعلم أن في 17 نوفمبر الأسبوع الماضي الاحتجاجات كانت في ذروتها، نحو 300 ألف متظاهر خرج 300 ألف متظاهر خرج إلى الشارع، بعدها قل هذا العدد وانخفض إلى نحو 100 ألف. والخطاب اليوم ربما يدفع هذه الاحتجاجات لأعداد منخفضة أكثر أو ربما ترتفع، وهذا ما هو مرتقب في الأيام المقبلة. هناك دعوة لتظاهر يوم السبت المقبل أيضا في باريس في تحمل ذات الأهداف والرسائل، وسنعلم وسيكون المشهد أكثر وضوحا ما إن كان خطاب ماكرو لامس بالفعل مخاوف وهواجس المحتجين. من الذي يدعو عمر؟ يعني خرجوا يقولون يعني كما ذكرت أنه هناك دعوة للتظاهر يوم السبت القادم، ما الذي يدعو؟ هل هناك أحزاب سياسية تنظم هذه الاحتجاجات أم أنها مظاهرات واحتجاجات عفوية فقط؟ هذه المظاهرات انطلقت بالبدء بشكل عفوي، هي مظاهرات شعبية ليس لها قادة سياسيون وزعماء، وأنشئت بناء على دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلها كما يرى مراقبون احتجاجات غير عادية في التاريخ الفرنسي المعاصر. أيضا السياسيون ركبوا الموجة بعضهم في ما يتعلق بالمظاهرات. هناك دعم واضح ليس فقط سياسيا لهذه المظاهرات، وماكرون قال أنه ليس يعني ليس لا يخفى على أحد أن هناك من يحاول أن يستغل هذه التظاهرات ويعرقل مشروع ماكرو الإصلاحي سياسيا، لكن حتى هذه اللحظة تبدو المظاهرات شعبية وعفوية، لا شك أن البعض يستغلها سياسيا، وكما بدأ واضح من خلال الأيام القليلة الماضية وتصريحات السياسيين من اليمين. وهناك خشية بشكل عام أن يتدخل أو يدخل اليمين في صفوف هذه المظاهرات، وهو ما تحرص الأجهزة الأمنية على يعني اتخاذ كافة الاستعدادات لضمان السيطرة على هذه الاحتجاجات. شكرا جزيلا لك عمر شاكر مراسلنا من باريس.